يقول هذا السائل: فكري، أنا أريد أن أطلب من شخص يشتري لي سيارة بالتقسيط على أن أبيعها لغيره، ما رأيكم في هذه الطريقة في الشراء؟ إذا كان الرجل يملك السيارة أو السلعة ثم تشتريها منه بثمن مؤجل وتبيعها لتنتفع بثمنها، هذا يجوز، لكن لا تبيعها عليه هو، لا تبع السيارة أو السلعة على من باعها عليك مؤجلا، أن يعني هذه مسألة العينة، هذه مسألة العينة ويحيل إلى الربا. نعم، أما إذا بعتها على غيره فلا بأس، هذا مالك تتصرف فيه. نعم.